حرصت مؤسسة حياة كريمة على زيارة أطفال ممثلين لأكثر من 11 دار لرعاية الأيتام والأطفال بمحافظة بني سويف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. يأتي ذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم وسعيا لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام، وذلك ضمن حملة تحدي الخير التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتشجيع رجال الأعمال والفنانين على الدخول في تحدي الخير وزيارة دور الأيتام في المحافظات التابعة لمسقط رأسهم والاحتفال مع الأطفال. تحدي في الخير ما بين جميع رجال الأعمال والفنانين علشان نلف كل دور الأيتام الموجودة في مصر. النهاردة إن شاء الله إحنا في بني سويف ومعانا 11 دار أيتام، هنحتفل مع الأطفال، عاملين حفلة جميلة ليهم وعاملين إفطار جماعي وهدايا للأطفال. كل التجمع ده النهاردة موجود عشان إدخال السعادة والتجمع مع ولادنا اللي موجودين داخل الوسائط. يمكن كمان الحاجات الجميلة اللي قدمت النهاردة ليهم بدءا من يعني مبكرا لبس العيد وصل لهم الحمد لله، يمكن حتى اللفته الظريفه في العيديه اللي قدمت للولاد. اليوم كمان في كتير من الحاجات الاحتياجات اللي خاصه بالمؤسسات كمان تم تلبيتها من القائمين على اليوم.